قديش عالم بالمقسوم رح نفضل نجري 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 لآخر يوم وآخرنا محصل أولنا حضرتك. خليها تدخل. حاضر يا فندم. تفضلي يا نسام. مساء الخير. مساء النور. بنت أخت وفاء الله يرحمها. خالتي وفاء؟ حضرتك كنت تعرفها؟ أيوة طبعاً. هي والدتك ما قالتلكيش إن إحنا كنا هنبقى قرايب وإن أنا كنت خطيب خالتك؟ خطيبها؟ دي حكاية قديمة. اتفضلي اتفضلي اقعدي. والدتك قالت لي انك انت كنت من الاوائل على الدفعه وان معاكي دبلوم دراسات عليا. ايوه، لكن انا طبعا بعتبر نفسي محظوظه لاني هبتدي حياتي العمليه في مكتب محامي كبير زي حضرتك. خلاص ورينا بقى شطارتك عشان تتثبتي هنا في المكتب واقدر اعتمد عليكي في القضايا الكبيره. ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. أنا جايبة معايا صورة من شهادة الليسانس وصورة ليا، وإن شاء الله أبقى أجيب صورة من شهادة الدبلوم. دي جاية جاهزة بقى. عظيم. طيب تحبي تستلمي شغلك من إمتى؟ من دلوقتي لو حضرتك سمحت. واضح إنك أنتِ عملية. سامح. سيب اللي في ايدك وتعالى لي على طول. تعرفي انك انت بتشبهي وفاء قوي. خالتي؟ الا اخبار والدتك ايه؟ الحمد لله كويسه. يبي يسلمي لي عليها قوي. حاضر.
أمرك يا فؤاد بيه. أقدم لك الأنسة هند، زميلتكم الجديدة. تشرفنا يا أنسة هند. أهلا بيك يا أستاذ سامح. اعمل حسابك يا سامح إن الأنسة هند من النهاردة مسؤولة منك، عايزك تدربها وتاخدها معاك في كل الجلسات، وهي عليها الباقي بقى تورينا شطارتها. قولي لي يا أنسة هند، أنت بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر؟ لا. هو في حد النهارده ما يعرفش يشتغل على الكمبيوتر؟ أصل القضايا بتاعتنا ومستنداتنا ومذكراتنا كلها بنخزنها على الكمبيوتر، ده أساس شغلنا. أنا آسفة بس أنا. خلاص خلاص مش مهم. سامح، يبقى خلي الأنسة هند تيجي كل يوم ساعة أو اتنين بدري، وقول للنشوة تعلمها إزاي تستعمل الكمبيوتر. حاضر يا فندم. عن إذن حضرتك. اتفضلي يا أنسة. يخلق مش شبه 40. مدام نشوى محامية ضليعة، أنسة هند زميلة جديدة في المكتب. تشرفت. أهلا وسهلا. ده بقى يا ستي هيبقى مكتبك. هو كان مكتب محامي زميل لينا، لكن ربنا فتح عليه وفتح مكتب لوحده. عقبالنا. ها، تحبي نبتدي بأي نوع من القضايا؟ جنايات ولا نقد؟ اللي حضرتك تشوفه. قولي لي يا أنسة هند، أنت مين اللي شغالك هنا؟ قصدي يعني مين اللي وصل الاستاذ عليك؟ اشمعنى؟ اصل الاستاذ ما بيشغلش في مكتبه الا اصحاب الوسائط الكبيره قوي. نبض الشوق في القلب الفاضي بيبان جوه الروح والعين، لما بتظهر صورة الماضي بعد سنين على ناس تانيين، يرجع تاني الشوق الجارح للي بقاله سنين مش عارف يمسك حلمه وعايش خايف يقضي بقية العمر حزين، يقضي بقية العمر حزين. أنا حاسة زي ما أكون بحلم وطايرة فوق 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 في السماء. طب اوعي بقى لا تقعي وتتكسر رقبتك. لا لا اطمني، أنا مش مصدقة مديحة، مش مصدقة اللي أنا فيه. معقولة ساعتين تلاتة في مكتب الأستاذ فؤاد يعملوا فيكي كده؟ أنا أصلي مش عارفة أقول لك إيه ولا إيه. انتي لو شفتي مكتب الاستاذ فؤاد هتنبهري بفخامته، ولو شفتي الاستاذ فؤاد نفسه هتنبهري اكتر بشخصيته ورزامته وخبرته، ولا لو شفتي الموكلين بتوعه ولو عرفتي اساميهم والقضايا اللي عنده هتتخطي. انا حاسه زي ما اكون بحلم. العشاء جاهز يا بنات. عشاء ايه يا ماما؟ مين لي نفسي ياكل؟ انا عن نفسي شبعت من غير ما اكل. عارفه يا ماما اول مرتب هقبضه هعمل ايه؟ هديهولك كله. اشمعنى؟ عشان خليتيني اشتغل في مكتب الاستاذ فؤاد. لا يا ضنايا، خلي فلوسك ليكي، انا كفايه عليا انك ارتحتي ونفسيتك هديت. لا يا ماما خلاص، ده قرار ما فيهوش لا نقد ولا ابرام. عارفه تاني مرتب هعمل ايه؟ هسافركم كلكم اسكندريه على حسابي، نقعد شهر بحاله هناك، نصيف بقى زي بقيه الناس، عمرنا ما صيفنا. حيلك حيلك، وانت يعني هتاخدي كام عشان تعملي كل الحاجات دي؟ ده انت لسه حته محاميه تحت التمرين ما طلعتيش من البيت. ما انت بقى لو عرفتي المرتبات اللي بتدفع عند الاستاذ فؤاد في المكتب للمحامين اللي بيشتغلوا عنده ما كنتيش سالتي السؤال ده. اقل حاجه لاي محامي 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايوه يا ماما، ده غير المكافاه على كل قضيه. ربنا يا بنتي ينولك كل اللي في نفسك. ده غير بقى اني هتعلم كمبيوتر، اتاري موضوع الكمبيوتر ده كان فايتني خالص. طب يلا بقى قبل الاكل ما يبرد. يلا. ايه يا هند، انتي لسه سرحانه في الشغل الجديد؟ ماما، هو ليه حضرتك ما قلتلناش ان الاستاذ فؤاد كان خطيب خالتي الله يرحمها؟ ها؟ مين اللي قالك؟
الأستاذ فؤاد بنفسه. آه لا، ده أصلهم كانوا زملاء في الكلية وخطبها بدبلتين كده من جدك، وبعدين ما توفقش، ما كانش عنده شقة ولا إمكانيات، فجدك فسخ الخطوبة. طب ليه ماما ما قلتلناش الحكاية دي قبل كده؟ ما جاتش مناسبة. أهو الأستاذ فؤاد بقى محامي كبير قوي في البلد، وطبعا اتجوز جوازة كويسة، وتلاقي خالتي بقى جدي غصب عليها تتجوز واحد ما بتحبوش. بقول ايه، ما نتكلم في حاجة تانية أحسن. ما بتاكليش ليه يا صفية؟ أنا شبعت بعد إذنكم. ماما هو كمان ما اتصلش؟ لا يا حبيبتي، اصل بقالي كام يوم مش بشوفه في محل اخوه، ولا فات عليا في كشك الورد، انا ابتديت اقلق عليه. انا كمان ما شفتوش في محل اخوه النهارده. لو ما اتصلش بيا ولا فات عليا لغايه بكره كمان، انا هضطر اسال اخوه عليه. بقول ايه يا مليح، ما تاخديلك اليومين الجايين دول اجازه من الشغل عشان تستعدي لكتب الكتاب. حاضر يا ماما، انا هنزل بكره واخد بقيه الاسبوع اجازه. معقولة يا مديحة تبقى خالتي كانت مخطوبة للأستاذ فؤاد زمان وماما ما تقولناش؟ مالك يا صفية؟ عينيكي فيها دموع ليه يا حبيبتي؟ هي فعلا ماما ما كانتش بتحب بابا، وجدي هو اللي غصب عليها تتجوزه. هو جايز تكون اتجوزته من غير حب في الأول، لكن بعد ما عشرته وعرفته بقى هو كل حياتها، كل دنيتها. لكن نعمل ايه؟ الدنيا ما خلتهمش يتهنوا ببعض كتير، ومحدش بيهرب من نصيبه. فعلا حاسس كده كاني رجعت 30 سنه لورا. الله، لكن ايه سر السعاده دي يعني؟ ابدا مفيش. طيب فاكرك هتقول حاجه ثانيه. حاجه ايه؟ النهارده مش مفكرك باي حاجه. فكرني بيه كده برضو زي النهارده من سنتين اول مره نشوف بعض، لما دخلت لك المكتب عشان قضية الجمارك بتاعت شركتي. ايوه صحيح. شفت الايام بتجري ازاي؟ هي الايام بس اللي بتجري، بالسنين كمان بتجري وبتعدي من قدام الواحد من غير ما يحس بيها، لغايه لما تيجي حاجه تخلي الواحد يفتكر كل السنين اللي فاتت. قصدك ايه؟ مش فاهمه. لا ابدا ما تشغليش بالك. ايه اخبار دولي؟ دولي كويسة الحمد لله، كلمتها في التليفون وطمنت عليها. انت لسه خايف عليها؟ في حد ما بيخافش على اولاده وعينجي، كان نفسي انها تكون معايا وتعيش معايا في بيتي، مش ان انا اشوفها مرة ولا اتنين في الاسبوع، ولا حتى اقعد اكلمها في التليفون وبس. Hi Dolly, where have you been the last week? I sent you a lot of emails and you were asked. I'm very sorry, I was so busy. Hey, how's your girlfriend who was arrested last week taking drugs? She's still under arrest.
How old is she? She's 18. 18? Oh God, she's so young. انت حظك عالي النهارده هو مركز. ده انت من ساعه ما قلت لي على الواد الامريكاني اللي انت بتعملي معاه تشاتنج ده وصاحبته والقضيه بتاعتها بتاعت المخدرات وانا دماغي قاعده بتودي وتجيب. ليه بقى؟ خايف. خايف لا يشدك في نفس الطريق ويبقى مصيرك زي مصير صاحبته. قصدك ان انا اشرب مخدرات؟ بالظبط. يا ابني انا نو واي اعمل حاجه زي دي لان انا بحب نفسي واللي بيشرب مخدرات ده بيكره نفسه لانه بيدمر نفسه. بصي انا اطلب منك طلب واحد بس، حاولي تقللي موضوع التشاتنج ده. بص زي ما في ناس بتستخدم التكنولوجي للخير برضو في ناس بتستخدمها للشر. فاهمي ايه يا فاهمي؟ احنا بقينا الظهر هتفضل نايم لغايه دلوقتي؟ مالك يا فاهمي؟ انا تعبان، تعبت امبارح في الشغل قوي، اضطريتها في المحل مرتين ثلاثة عشان اروح الساعة اجيب شغل الزباين. انا كل حاجة بقيت بعملها لوحدي بايديا. انا ما عرفتش قيمة اخويا الا بعد ما ساب المحل. يا سلام، طب ما تدور على حد يشتغل معاك ويساعدك. اجيب مين حد يساعدني واعتمد مين على مالي كمان؟ مالك؟ مالك يا فهمي؟ مالك؟ أنا تعبان من القهوة يا فايزة. هاتيلي دكتور. حاضر. هاتيلي دكتور. حاضر. ازعل نص نص. ازعل نص نص. ازعل. خش بقى اغسل هدومك، أنا خلصت غسيل هدومي. قوام عشان نلحق ناكل لقمة قبل ما ننزل نروح الشغل. بس أنا ما بعرفش أغسل. ما أنا كنت زيك ما أعرفش، لكن اتعلمت. مالك يا كمال؟ ابدا مفيش. انا عارف انك مش متعود على الشقه، وعارف كمان انك متعود تلاقي كل حاجتك بتجهز، اكلك وشربك ولبسك، لكن المساله هنا اختلفت. انا زهقت. كنت عايز اكلمك عن اللي حصل في المحل امبارح. اتنين من العملاء اتصلوا وقالوا انك انت اتخانقت معاهم وطولت لسانك عليهم. هم الزباين بتوعكم فاكريني ايه؟ خدام ابوهم. ده انا ابن ناس يا اخي. يعني احنا مش ولاد ناس يا كمال؟ تشكر يا عم. خليل انا اسف، انا ما اقصدش اهينك ولا اجرحك، انا بس اعصابي متوتره شويه بسبب مديحة. انا من رايي انك انت تروح لها وتحكي لها اللي حصل بينك وبين اخوك والظروف اللي انت فيها دلوقتي. انا ما اقدرش. مادام بتحبك يا كمال يبقى هي هتحترمك وهتقدر ظروفك وهتقف جنبك. انت عايزني اقول لها اني بشتغل دليفري؟ الشغل مش عيب، العيب انك انت تقعد من غير شغل او تمد ايدك لاي حد مهما كان. كنت فين؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ انا كنت ناوية اسأل اخوك عنك النهاردة. لا بلاش تكلمي فهمي بخصوصي. ليه كمان؟ يعني علشان ما يقولش انك بتعطليني. طب اقول لك ايه؟ انت اليومين الجايين تفضي نفسك عشان نشتري لوازمنا. لوازمنا؟ لوازم ايه دي؟ لوازم الخطوبة، التورت والجاتوهات والبدلة بتاعتك انا اللي هنقيها لك على ذوقي. اما فستان بقى الخطوبة بتاعتي ماما اللي هتعملها. لا يعني اصل انا مشغول اول يومين دول. انزلي اشتري انت لوازمك وانا هنزل اشتري البدلة وان شاء الله هتعجبك. مالك يا كمال؟ فيك ايه؟ ابدا ما فيش، بس انا مرهق شوية. طب اقول لك ايه؟ اوعى تتاخر يوم الخميس الجاي، وطبعا اخواتك وجوازهم هييجوا مش كده؟ طبعا
مش ناوي تقول لي انت غبت عني الفتره اللي فاتت فين؟ اوعى تكون حبيت واحده غيري، فاهم؟ ده انا قتلك وقتلها. انت اتجننت يا كمال؟ ازاي تعمل حاجه زي كده وتكذب على خطيبتك؟ امال كنت عايزني اقول لها ايه؟ تقول لها ايه؟ هتعمل ايه لما تعرف الحقيقه؟ شكلك قدامها هيكون ايه؟ والله ما انا عارف يا خليل، انا خلاص ما بقتش عارف حاجه، دماغي وقفت. طب ايه اللي اخرك؟ انت مش قايل لي ساعه زمن وهرجع استلم الشغل؟ المدير قالب الدنيا عليك جوه. انت ايه حكايتك يا استاذ كمال؟ مش كفايه المشاكل عملها لنا مع الزباين وما كملتش اسبوع في الشغل واخد اجازه على مزاجك؟ استنى، انا كان عندي مشوار مهم. الشغل ملوش علاقه بالمشاوير، الشغل له نظام. بقول لك ايه، ما تعلي صوتك عليا. انت هات مزعل يلا وقدامك كمان. الله الله الله، ايه يا كمال انت اتجننت؟ ايه يا بهت، ما بتفطرش ليه؟ انت على لحمه بطنك نبطشيتي الليل كله. انا ماليش نفس. ماليش نفس يا راجل، خد سندوتش قبل ما تروح تنام عشان تقوم بالليل فايق كده. لا لا لا، ما انا اصلي هاخد نبطشيتي الليل كمان النهارده. طب وخطوبه بنت خالتك وكاتب كتاب؟ لا انا اصلي مش قادر اروح. كلام ايه ده؟ طبعا لا، تبقى غلطان لو عملت كده. الليله بالذات لازم تقف جنب خالتك وبنت خالتك، دي ليله العمر بالنسبه لهم، وانت الراجل الوحيد اللي لازم يقف جنبهم مهما كانت مشاعرك الخاصه. ازاي بس؟ ازاي بس يا ممدوح؟ ازاي عايزني اروح اشوف الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي وهي بتكتب كتابها على حد تاني؟ ازاي عايزني اشوف يعني اصعب لحظه في حياتي؟ قول اللي انت عايز تقوله، ما انت مش حاسس بجرحي. الجرح ده لازم تكويه يا بهجت عشان يخف. اي نعم جايز يسيب علامه تفضل العمر كله، لكن المهم ان يتطهر ويتقفل عشان تبدا حياه جديده. لازم يكون عندك الشجاعه صديقي انك تبدا حياه جديده وتنسى كل اللي فات ده. الحقيقه يا استاذ فؤاد، الانسه هند عندها عقليه قانونيه ممتازه. درستها للقضيه اللي انا اديتها لها والحلول القانونيه اللي قدرت توصل لها، بتقول انها هيبقى لها مستقبل كبير جدا جدا في المحاماه. دي شهاده بمليون جنيه. انا عمري ما شفت سامح متحمس لحد بالشكل ده. واضح انك انت عندك مواهب قانونيه ما حصلتش. انا متشكره جدا يا فندم، انا بس بحاول اكون عند حسن ظن حضرتك. دي اتقدمت بسرعه جدا جدا في الكمبيوتر. عظيم، هايل. طيب يا استاذ سامح اتفضل انت على مكتبك. بعد اذنكم. اتفضلي اتفضلي اقعدي. واضح من كلام سامح انك انت مجتهده وذكيه وهتقدري تثبتي وجودك عندنا هنا في المكتب. علشان كده انا عايزك تعملي لي مذكره مفصله بكل نقط الدفاع اللي هنستفيد منها في القضيه اللي معاكي، بس يا ريت يا ريت لو تجيبيها لي على مكتبي قبل ما تمشي. انا حضرتك انا اسفه، يعني النهارده بالذات انا لازم استاذن بدري لان خطوبه اختي وكتب كتابها النهارده. الف مبروك. ما كانش في داعي بقى انك انت تيجي النهارده. معقوله اخد اجازه وانا لسه بقاليش كام يوم؟ انا بعزم حضرتك على الخطوبه وكتب الكتاب، يا ريت حضرتك تشرفنا انت والمدام. المدام؟ اصل في الحقيقه انا مش متجوز. مش متجوز؟ ايوه، انا مطلق من كذا سنه. انا اسفه، انا ما كنتش اقصد. على كل حال أنا مش عايز أعطلك على فرح أختك، وأنا إن شاء الله هبقى آجي أبارك بنفسي. متشكرة جدا، عن إذن حضرتك. مش قادر أصدق إن الشبه ممكن يوصل لدرجاتي. Woo!
جواد. ايوه يام. انت لسه هنا يا بنتي؟ مش المفروض تروحي تساعدي ست كريمه في ليله زي دي؟ الناس اللي بعضيها يا بنتي. ما تخافيش يام، انا عامله الواجب وزياد، ده انا اللي مزوقه البيت كله بالانوار واللمض على حسابي، ده غير الورد واللازي منه. مش كان واجب برضو الواد رضا يساعدهم في ليله زي دي وانتي سايباه كده هوت يخرج يتفسح ويسهر بره؟ خليه يهيص ياما قبل ما المدارس تفتح. يا اختي ده ما كانش رايك قبل كده، ده انتي زي ما تكوني ما صدقتي ان الواد ساب الشغل عندك في الفرن. خليه يبعد عن المشاكل، كفايه اللي عمله مع المعلم هاشم والواد اللي اتخانق معاه. انا يظهر كنت حاسبها غلط قبل كده. على امك برضو الكلام ده؟ قصدك ايه بقى ياما؟ ما اقصدش اللي فيه الصالح يعمليه. ده يظهر الدكتور بهجت وصل. اللي في دماغك هو برضو اللي في دماغك يا جواهر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازيك يا معلمة جواهر؟ نحمده ونشكر فضله. اتأخرت ليه؟ انا قلت انك اول واحد هتيجي تقف مع بنات خالتك في ليله مفترجه زي دي. معلش معلش، اصل كان عندي شويه شغل. قلبي معاك حاكم، انت ايديك تتلف في حرير تقولش بلسم؟ ده محدش طير الصداع اللي في نافوخي غيرك انت يا دكتور. انا متشكر بعد اذنك. ابي بهجر، متاخرت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي، ما انت عارفه الشغل. طب اتفضل. ما تزعلش يا ابي، بكره تلاقي بنت الحلال اللي تستاهل. مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضل. الف الف مبروك عندك يا ام العروس. عقبال ابنك يا ام رضا. تعيشي، ربنا يتم بخير. اتفضل. ماما ماما ماما. ايه ايه يا زكية، في ايه؟ شفتي جوزي وعمله؟ ماله محمود؟ مأكدة عليه ما يتأخرش ويكون موجود هنا قبل الساعة 8:30، دلوقتي عدت 9 ولسه ما جاش. يمكن يا بنتي عنده شغل في الفرن ولا حاجة. طبعا، ما هو الفرن وصاحبة الفرن بقوا أهم مني ومن ابنه، كل يوم يطلع من الشغل على الفرن بتاع ست جواهر ويرجع لي البيت نص الليل وهو شايل ومحملاه شيء وشويات. مش ده اللي أنت كنت عاوزاه؟ ايوه، بس ما قدروش يبقى دلدول وما يقدرش يتني لها كلمه، اكنه بيشتغل عندها خدام. وطي حسك وايه بتتكلمي على جوزك بالشكل ده؟ هو ده لو كان يعرف العيب كان يعمل اللي هو بيعمله ده. انا هنزله دلوقتي وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. تعالي هنا، حسك عينك تعملي لنا فضيحه. خلي الاخت بتعدي على خير وبعدين بيروح يتفاهمي مع جوزك في بيتكو كده. طيب وادي اهاب، انت وادي اهاب، انت قاعد لي على الكرسي وعامل فيها عريس؟ طيب انا هخلي ليلتك سودا انت وابوك. اتفضل اتفضلي يا ست العرايس، عقبال ليلتك، محدش هيجهزك غير. متشكره يا ابله جواهر، متشكره. اتفضل يا دكتور اتفضل. انا متشكر متشكر قوي. مطرح ما يسري يمري. تسلمي. ألف هنا وشفا. ضربتهمش على ايديهم. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انا ما عملتش معاك حاجة، انت اللي عملت في نفسك. اديك جربت ما مسبت المحل ومشيت، شوف منظرك بقى عامل ازاي. وطبعا لا اشتغلت شغله ولا خدت جنيه حطيته في جيبك عشان تقدر تدفع اجره المأذون او تشتري دبله الخطوبه. انت بتعايرني يا فهمي. انا بعايركش ولا حاجه، بس انا عايزك تفهم انك من غير المحل ده ومن غير اخوك الكبير ما تقدرش تعمل حاجه. كفايه يا فهمي كفايه. هي دي الحقيقه. طبعا انت مش واخد على كده، انت واخد على العز والراحه، ما خدش على البهدله والشقه، خدت على ان كل حاجه هتيجي لغايه عندك وانت قاعد مستريح، اكل شارب نايم وبتركب عربيه وبتاخد مرتب كل اول شهر. بس خلاص كل ده راح ومش هيرجع تاني الا اذا
الا اذا ايه بقى؟ الا اذا صرفت نظر عن الجوازه دي نهائي. والعروسه واهلها والمعازيم والناس اللي مستنياني فوق. اسمع كمال، انا هقول لك اخر كلام عني. لو اصريت على جوازك من البنت دي لا تبقى اخويا ولا اعرفك ولا تعدي المحل ده ولا تخش تاني ولا ليك اي حاجه عندي. اطلع لها، اطلع لمديحه يا كمال، لكن هتطلع تقول لها ايه؟ انك مش هتقدر تخطبها وتكتب كتابها. ايه، خايف من مواجهتها؟ اطلع وخليك راجل ما تهربش، كفايه هروبك من نفسك عمره كله. لكن هطلع لها ازاي وانا ما معيش حتى تمن بدله الخطوبه واجره المأذون؟ الساعه داخله على 11 والعريس لسه ما جاش. انا خايفه يكون حصل له حاجه، انا قلبي مقبوض من الصبح. ان شاء الله ما فيش حاجه. يوب الغايب حكيته معايا يا ولاد، لازم في حاجة عطلته. يا جماعة أنا ورايا كاتب كتاب تاني، فين العريس؟ إيه الحكاية بالظبط؟ مين عارفة يا ابني؟ أنا ابتديت أقلق. معلش أنا هنزل أشوف إيه الحكاية مع أخو العريس. ما تأخريش علينا يا جواهر. حالا، مسافة السكة. بقول ايه يا دكتور؟ مش تيجي معايا نشوف ايه اللي اخر العريس؟ روح معايا يا باكر، روح معايا يا ابني. حاضر يا خالتي، اتفضلي. جيبي العواقب سليمة يا رب. انا ما اعرفش حاجة عن العريس ده. ما تعرفش حاجة عنه يعني ايه؟ هو مش اخوك واللي لادي كاتب كتابه وكان المفروض تيجي انت والعيلة مع العريس؟ ما كانش مفروض حاجة تحصل من اللي انت قلتيها دي خالص يا ست جواد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني عريس جالكم وفتحتوا له الباب وقابلتوه، وكان المفروض يجي معاه اخوه الكبير او حد من خلانه او حد من عيلته، وقابلتوه وتشاورتوا معاه في كل حاجة وتفهمتوا على كل شيء من غير ما تشاوروني ولا ترجعوني، يبقى جاي تسألوني عنه ليه دلوقتي؟ تقصد ايه يعني بالكلام ده؟ ايوه اقول له يا دكتور، يقصد ايه بالكلام ده؟ أقصد يا ست جواهر يعني كان واجب على أهل العروسة إن هم يقولوا روح جيب حد من أهلك، حد من عيلتك يبقى معاك، لكن أنتوا اتفهمتوا معاه على كل حاجة. وبعدين للعلم بقى، ده ما يحتكمش على مصروف جيبه، يبقى هيفتح بيت إزاي ويتجوز؟ ما يحتكمش على مصروف جيبه؟ أنت جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ ما أنا لو كان حد سألني ساعتها كنت قلت له اللي حصل ده لعب عيال وبنات الناس، ما تترميش الرميادي. ما تفهمنا إيه العبارة يا سفاه؟ العريس كان هنا ومشي. مشي؟ مشي راح فين يعني؟ والله ما اعرفش، روحوا دوروا عليه. معقولة اللي بيحصل ده؟ أنا عمري لا سمعت ولا هسمع الكلام ده أبدا. الغلطة غلطتنا من الأول يا خالتي. أنا صعبان عليا مديحة أوي، ما تستاهلش أبدا اللي حصل لها ده. معلش، ما تزعليش نفسك يا خالتي. الحمد لله انه بنى على حقيقته، بدل ما كان كتب كتابه عليها ولا اتجوزها وبعد كده يبهدلها معاه. وبصراحه بقى مديحه ما تستاهلش كده ابدا. بكره تتجوز سيد سيده، نصيبها لسه ما جاش. مش عايزه مني حاجه؟ كتر خيرك يا بنتي. تصبحوا على خير. مش عايز حاجة يا دكتور؟ لا لا، كتر ألف خيرك، متشكرة. تصبح على خير. من أهل الخير. يا خالتي لو في أي حاجة أقدر أعملها، أي حاجة يعني، أنا مش هتأخر. خلاص يا ابني، في حاجة تتعمل. اللي حصل حصل واتفضحنا في الحياة، وسيرتنا هتبقى على كل لسان.
تتعبيش نفسك يا ماما كريم، كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. مش قادرة أصدق اللي بيحصل ده، زي ما يكون كابوس. تستاهلي تستاهلي يا مديحة كل اللي بيجرالك، فضحتينا وفضحتي نفسك وسط أهل الحتة، وهو ليه حق يعمل فيكي كده وأكتر كمان. طبعا ما هو لقاكي رامية نفسك عليه أكنك بايرة وما انتش لاقية جوازة، رايحة تجيبي لنا صايع عشان يتجوزك. وفري كلامك يا زكية، كفاية اللي احنا فيه. بصي انتي السبب يا ماما في كل اللي بيحصل ده، علشان بتوافقيها على اللي هي عاوزاه. كان لازم تقولي لها لا وتكسري دماغها كمان. ما احنا لو كان لينا راجل يقف لنا ما كانش حصل اللي حصل. كفاية بقى يا زكية، حرام عليكي. لا مش كفاية، هو اللي حصل ده شوية اختك دي، ها عشان تبي عارفة مفيش عريس هيرضى يهوب ناحيتها بعد كده لما يعرف ان عريسها الاولاني خلع يوم كتب الكتاب وسابها قاعدة تستناه مع المعذيم والمأذون اللي على ثنجة عشرة. كفاية بقى، حرام عليكي، ما تقولي لها حاجة يا ماما، خليها تسكت. انكسر في زهرة الصبار، وشوفنا فيك العبر يا عصر سقف انهار. مات الضمير في البشر ومات كمان الحذر، مات الضمير في البشر ومات كمان الحذر، مات النغم الوتر والدمع سال انهار، والدمع سال انهار. يا خسارة يا جواهر، انت كنت خلاص هتفرحي ومديحة هيتكتب كتابها والدكتور يفضالك. يا خسارة. اهلا يا محمود. معلش يا ست جواهر، ما قدرتش اسيب الفرن النهارده عشان الشغل كان كتير قوي، واستنيتك تنزلي تحاسبيني، فلما اتاخرتي قلت اجيب لك انا الايراد. اتفضلي. ما هو اللي حصل الليله دي لخبطني خالص. الله يكون في عون ماما كريمه، دي ما تستاهلش كده لا هي ولا بنتها. الظاهر يا ست جواهر ان موافقتها على الجوازه من الاول كان غلط، وزكية عندها حق. الامر لله، تصبحي على خير. وانت من اهله، مع السلام. يا قاعدين يكفكوا شر الجايين. قال كانت موافقتها على الجواز غلط، دي اكتر حاجه عملتها صح. ما كان خلاص، كانت مديحه هيتكتب كتابها والدكتور يفضالي، بدل ما هترجع لي تاني وتقعد زي قرد قطع كده. هو ده اللي شغلك يا ام رضا؟ يبقى ياما كان خلاص هنخلص من مديحه ويفضالي الدكتور. الله، انت بتكلمي نفسك يا ام رضا؟ بقول لك ايه ياما، ما تقومي تنامي بدل ما انت قاعده تنامي على روحك كده. انا ما على روحي، انا ما على روحي ده ايه؟ وانا هيجي لي نوم وابنك لسه بره ما رجعش لحد دلوقتي، واحنا داخلين على نص الليل وانت ولا على بالك؟ لا على بالي ياما، وليكي عليا اول ما يرجع هقطم لك رقبته واكسر له رجله كمان. اتبسطتي؟ كان خلاص، كانت مديحه هيتكتب كتابها وافرح انا بالدكتور. هو انت ضربتي؟ اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه سابنا وراجع ولا جاش. حتى ازيك، حتى ازيك. انت بتعيط يا كمال؟ أنا ندل وجبان ومعنديش دم ولا إحساس. يا ريتني سمعت كلامك يا خليل، وما حطيتش نفسي ولا مديحة في الموقف اللي اتحطت فيه ده. العياط ملهوش فايدة. أنا بكره نفسي، فعلا بكرهها. Oh!
اللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا دي الاحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعاه بيحب ويرعاه خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا احلم حلم يكون على قدك تقدر توصل وامشي ودور عاللي يحبك واللي شاركك فيه ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه ولا فيش حضن امين بيضمه ولا فيش حضن امين بيضمه حلمه يضيع وياه دي الأحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلبي كتير